مراتي في حلب معنا عبر الهاتف مراسل الأخبار شادي حلوي. شادي مساء الخير، لو تضعنا في صورة المسجدات لديك. مساء الخير لك سمر ولجعفر ولكل مشاهدي الفضائية السورية. الجيش العربي السوري واصل عملياته في مختلف مناطق الريف الحلبي والمدينة ومن الريف وبالتحديد الريف الشمالي في منطقة عنادان، حيث تم استهداف تجمعات لهؤلاء المرتزقة عند تلة عنادان، ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم بين قتيل ومصاب. بالانتقال إلى بينون عند البلدية والبريج عند معمل كرتون، وبالتحديد في البريج تم استهداف يعني عناصر كبيرة من المجموعات الإرهابية المسلحة، وتم قتل عدد كبير منهم من بينهم من جنسيات أجنبية غير سورية. فيما إذا انتقلنا إلى المناطق الأخرى في الريف الحلبي، طريق عام حلب دمشق عند كازيد زيدو وحريتان عند الناحية، طبعا كل هذه المناطق شهدت عمليات نوعية للجيش العربي السوري أسفرت عن تحقيق إصابات وسحق أعداد كبيرة منهم. فيما إذا انتقلنا أيضا إلى المناطق الأخرى والمناطق المحيطة بالمطار والنقاط العسكرية في كويرس ورسم العبود ودويرينا وجبرين عند المحالج، الجيش العربي السوري استهدف تجمعات هؤلاء المرتزقة وتم قتل أعداد كبيرة منهم وتدمير عدد من ألياتهم، والجيش العربي السوري واصل زحفه في تلك المناطق لتخطيفها بالكامل من رجس عناصر المجموعات الإرهابية المسلحة. بالانتقال إلى المدينة التي شهدت الحقيقة عمليات مكثفة أكثر من الريف الحلبي اليوم، نبدأ من المناطق الشعبية التي شهدت عدة عمليات ومفاجآت حصلت في تلك المناطق. لم يكن يتوقع هؤلاء المرتزقة أن يستهدف الجيش العربي السوري تجمعاتهم في تلك المناطق، وأيضا عمليات تكتيكية بدخول المناطق وقتل أعداد كبيرة منهم، ومن ثم التراجع بعمليات جيب عسكري عكسية تماما. في جسر الحاج تم استهداف تجمعات للإرهابيين عند صالة بريمة وصالة الأمراء، المرجع عند الشيخ لطفي، وإصابات مباشرة والقتل بالعشرات في تلك المناطق، قرلق عند الجامع ودوار بعيدين ودوار الحلوانية، كل هذه المناطق تم استهداف تجمعات لعناصر مجموعات إرهابية مسلحة. شقيف كذلك الأمر شهدت عدة عمليات عند محطة تحويل الكهرباء، أيضا السكن الشبابي الليرامون تم أيضا استهداف عدة تجمعات لدى المرتزقة، دوار أغيور سقاطوا إشارة المشهد، مساكن البحوث في النقارين، وأختم المدينة بمنطقتي الأشرفية التي شهدت عمليتان عند مدرسة ميخائيل نعمة والإطفائية وأيضا الشيخ مقصود حول الجامع الكبير، والجيش العربي السوري يواصل زحفه في منطقة الشيخ مقصود لتطهيرها بالكامل من رجس هؤلاء المرتزقة. كنا وسنكون وسيسحق الإرهابيون، ودائما ستبقى سوريا بألف خير. عودة إليكما في الاستوديو. شكرا لمراسل الأخبار شادي حلوي كان معنا من حلب. في إدلب.